ومنذ القديم اشتهرت منطقة الحضنة وعاصمة هلمسيلة بفنون الفروسية، وعلى مر الزمان احتفظت هذه المنطقة بخصوصيتها فأولت كبير الاهتمام بهذا الموروث البدوي الفولكلوري من خلال الحرص على إبقاء عروض الفانتازيا حاضرة في كل المناسبات. فللأعراس في منطقة الحضنة وولاية المسيلة على سبيل الذكر طابع أصيل، إذ لا تزال العائلات الحضنية تحافظ على عاداتها وتقاليدها في تنظيم الأعراس. فرغم بعض اللمسات العصرية التي أصبحت حاضرة فيها اليوم، إلا أنها لا تختلف كثيرا عن سابقاتها. ولإحياء المناسبات السعيدة بمنطقة الحضنة، يتوافد الفرسان من مختلف الجهات استعداداً لتقديم عروض الفانتازيا، فيجتمعوا وينزلون خيولهم من العربات في انتظار تجهيزها للعرض. فيجهز الفارس بدوره من أجل هذه المناسبة، فيرتدي زيه المسيلي التقليدي لتخليد هذه الألعاب التقليدية والفنون الشعبية. وكما الفارس يحظى الحصان بعناية خاصة، فيسرج بالسرج المسيلي الأصيل الذي يعكس تمسكاً قوياً بتراث المنطقة. فتتجسد هذه الصورة الجمالية التي ظهرت في قصيدة فرسان الحضنة للشاعر المسيلي أحمد عامر أم هاني البوسعادي، وهو يقول: يا صحراء هاترين فرسانك جيبي، من اللي درقوا لاخبر وتقولي خلاص، اشتقلي خاطري وزاد عذابي، كي تفكرتهم مركبني وسواس، أيام البطاح تخطف لي قلبي، ونولي مريوح ماكلي تحماس، تخرج ذي الخيول تبقص ذهبي، نعت عرايس كي تقودها لرياس، أفراش الطرحة بان عالجنب مدربي، ستة أوراق ملونة هذا الباس، مصنوعة في بوس عادة قربي، أولاد إبراهيم ليهم الاختصاص، والسرج متحوف راحة لركوبي، وإذا قعد مولاه ما يعياش خلاص، وسدارة منسوج طرزها عربي، نص عمارة بان منشارها والطاس، والفارس معدول ومقعد جابي، طير مقرنص زاد طبعو ذي الباس، في زبش القنور في زبش القنور ذي الصوف مخبي، والشاش مقصر هو الهمة الرياس، البدعية هي الباس الشعبي، والحايك من جريدية الراس، سروال بوحجر سروال بوحجر خياطة عربي، وزويجة برانيس واتات العراس، لعب الخيل هذاك ما يشتي قلبي، أبطال الحروب ليهم التقداس. بعد أن تسرج الخيول وتجهز تتجه نحو ساحة العرض، حيث نشهد تآلفا كبيرا بين الفارس وحصانه ناتجا عن لغة متداولة بينهما، لغة يتخاطب بها الفارس مع حصانه من خلال لمسات معينة أو حتى عبارات معينة تخلق تلك الألفة بين الفارس ومطيته، فيصبح وكأن الحصان لا ينجر وراء حماسته، بل ينطاع لأمر قائده ويشاور رغباته.